يا إلهي لا تبائد، يا إلهي لا تبائد، يا من تحل بذكري، يا إلهي لا تبائد، عقد النوائب والشدائد، يا إلهي لا تبائد، يا من إليه لمشتكى، يا إلهي لا تبايد، وإليه أمر لخلق عائد، يا إلهي لا تبايد، يا حي يا قيوم يا إلهي لا تبايد، صمد تنازع مداد، يا إلهي لا تبايد، أنت العليم بما بليت، يا إلهي لا تبايد، بي وأنت علي شاهد، يا إلهي لا تبايد، أنت الركيب على العباد، يا إلهي لا تبايد، وأنت في الملكوت واحد، يا إلهي لا تبايد، أنت المنازع يا بديع، يا إلهي لا تبايد، الخالق عن ولد ووالد، يا إلهي لا تبايد، أنت المعز لمن أطاك، يا إلهي لا تبايد، والمذل لكل جاهد، يا إلهي لا تبايد، فرج بهولك كربنا، يا إلهي لا تبايد، يا من له الحسن الأوائد، يا إلهي لا تبايد، وخفي لطيفك يزيدان، يا إلهي لا تبايد، به على زمن المعاند، يا إلهي لا تبايد، أنت المياسر والمسبب، يا إلهي لا تبايد، والمساهل والمساعد، يا إلهي لا تبايد، يسر لنا فرجا قريبا، يا إلهي لا تبايد، ولا العدا كن ناصري، يا إلهي لا تبايد، لا تشمتن بي الهواشد، يا إلهي لا تبايد، كريمي فلقد يئست، يا إلهي لا تبايد، كريمي فلقد يئست، يا إلهي لا تبايد، من الأقارب والأبايد، يا إلهي لا تبايد، ثم الصلاة على النبي، يا إلهي لا تبايد، وآله الغر الأماجد، يا إلهي لا تبايد، وعلى صحابة كلهم، يا إلهي لا تبايد، ما خر للرحمن ساجد، يا إلهي لا تبايد، يا إلهي لا تبايد، يا إلهي لا تبايد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا.
قال ربي إني وهن العظم مني قال ربي إني وهن العظم مني قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوهى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام علي يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكلي واشربي وكري عينا فإما ترين من البشر أحدا. وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع لغيبا أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم
إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتكين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتكين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا ونعتقد القرآن تنزيل ربنا بيجا جبريل النبي محمدا وأنزل وحيا إليه وأنه هدى الله يتوبى به لمن اهتدى كلام كريم منزل من إلهنا بأمر ونهي والدليل تأكدا ومنه بدا قولا ولا شك أنه يعود إلى الرحمن حقا كما بدا وما شك في تنزيله فهو كافر ومن زاد فيه قد طغى وتمرد ومن قال مخلوق كلام إلهنا فقد خالف الإجماع جهلا وألحدا ولكن بالقرآن نهدي ونهتدي
وقد فاز بالقرآن عبد بإهتداه ونؤمن بالكتب التي هي قبله وبالرسل حقا لا نفرق كالعداء وبالرسل حقا لا نفرق كالعداء سلام على عبد الرحيم ودولتي بناها بعلم بل بتقوى مهاجرين بناها بعلم بل بتقوى مهاجرين يا إلهي لا تبعد يا إلهي لا تبعد يا من تحل بذكره يا إلهي لا تبعد عقد النوائب والشدائد يا إلهي لا تبعد يا من إليه المشتكى يا إلهي لا تبعد وإليه أمر لخلق عائد يا إلهي لا تبعد يا حي يا قيوم يا إلهي لا تبعد صمد تنازع مداد يا إلهي لا تبعد أنت العليم بما بليت يا إلهي لا تبعي بي وأنت علي شاهد يا إلهي لا تبعي أنت الركيب على العباد يا إلهي لا تبعي وأنت في الملكوت واحد يا إلهي لا تبعي أنت المنازع يا بديع يا إلهي لا تبعي الخلق عن ولد ووالد يا إلهي لا تبعي أنت المعز لمن أطاك يا إلهي لا تبعي وللمذل لكل جاهد يا إلهي لا تبعي فرج بهولك كربنا يا إلهي لا تبعي يا من له حسن الأوائد يا إلهي لا تبعي وخفي لطيفك يزيتان يا إلهي لا تبعي بي على زمن المعاند يا إلهي لا تبعي أنت المياسر والمسبب يا إلهي لا وللمساهل والمساعد يا إلهي لا تبعي يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تبعي ولا العدا كن ناصري يا إلهي لا تبعي لا تشمتن بي الهواشد يا إلهي لا تبعي قرائمي فلقد يئست يا إلهي لا تبعي قرائمي فلقد يئست يا إلهي لا تبعي من الأقارب والأبعد يا إلهي لا تبعي ثم الصلاة على النبي يا إلهي لا تبعي وآله الجر الأماجد يا إلهي لا تبعي وعلى صحابة كلهم يا إلهي لا تبعي ما خر للرحمن ساجد يا إلهي لا تبعي يا إلهي لا
تباعي يا إلهي لا تباعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافدة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطاف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكئون إنا لمجرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوما وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم ونعتقد القرآن تنزيل ربنا بجاء جبريل النبي محمدا وأنزله وحيا إليه وأنه هدى الله يتوب به لمن اهتدى كلام كريم منزل من إلهنا بأمر ونهي والدليل تأكدا ومنه بدا قولا ولا شك أنه يعود إلى الرحمن حقا كما بدا وما شك في تنزيله فهو كافر ومن زاد فيه قد طغى وتمردا ومن قال مخلوق كلام إلهنا فقد خالف الإجماع جهلا وألحدا ولكن بالقرآن نهدي ونهتدي وقد فاز بالقرآن عبد به اهتدى ونؤمن بالكتب التي هي قبله وبالرسل حقا لا نفرق كالعدا وبالرسل حقا لا نفرق كالعدا سلام على عبد الرحيم ودولتي بناها بعلم بل بتقوى مهاجر